ملي كتفرج فيه كتستمتع بكورته الجميلة. فنان معروف بلقب الساحر، نظرا لتمريراته الساحرة وتسديداته اللي كتعجب الجميع ولا غتبقى مرسخة في أذهان الجماهير. عاش فترة مراهقة صعبة لكنه تغلب عليها وصل للأهداف ديالو. اللاعب اللي غنتكلم عليه اليوم هو حكيم زياش. في 19 مارس من سنة 1993 زاد حكيم زياش في مدينة درونتيل الهولندية. حكيم في الأصل كينتمي لمنطقة تافوغالت اللي كتواجد في ضواحي مدينة بركان. حكيم بدأ كيكبر وهو مهووس بكرة القدم، وفي سنة 2001 التحق بفريق ريال درونتيل، وبعدها بسنتين توفى أب حكيم بسبب المرض. وهنا غتقلب حياته رأسا على عقب وغيصبح مدمن على المخدرات وغيبدأ يبعد شيئا ما على كرة القدم. لكن تدخل اللاعب المغربي السابق عزيز ذو الفقار نقضه من المخدرات ورجعه لكرة القدم مرة أخرى. وهنا حكيم بدأ كيجري اختبارات في نوادي هولندية وأقنع مسؤولي نادي هيرينفين ليوافقوا على انضمامه بأكاديمية النادي. وبدخوله الأكاديمية زياش أصبح كيوازي ما بين كرة القدم والدراسة داخل النادي، لكن سلوكه ما تغيرش وفي سن 16 سنة انقطع عن الدراسة ورجع لطريق الانحراف مرة أخرى. وهنا قرر وكيل أعمال حكيم الالتحاق به الهولندا باش يكون قريب ليه ويحاول يضبط تصرفاته. وهنا بدأ حكيم كينضبط، وعام واحد من بعد وقع أول عقد احترافي في مسيرته والتحق بالفريق الأول سنة 2012. ومن هنا أبان زياش على قدراته والجميع شاف تمريراته وأهدافه الخرافية. وهنا نادى عليه أول مرة المنتخب الهولندي أقل من 19 سنة، وفي موسمه الأول نجح في المشاركة مع نادي هيرينفين في 31 مباراة وسجل 9 أهداف وأعطى 100 الهام من التمريرات وفرض نفسه كنجم الفريق وتوج بجائزة نجم الموسم في هيرينفين. وهنا العروض بدأت كتنهال على حكيم خصوصا من هولندا، فكان عنده عرضين من ناديي فاينولد وتفينتي، وحكيم فضل عرض هذا الأخير وبذلك غيبدأ رحلة جديدة مع فريق جديد. وبدأ مسيرته مع تفينتي بنجاح، شيء اللي خلاه يكون في اللائحة الأولية للمنتخب الهولندي للمشاركة في كأس العالم في البرازيل سنة 2014. لكن تم استبعاده في آخر المطاف. بعدها حكيم قرر اختيار اللعب مع المنتخب المغربي، شيء اللي فتح عليه أبواب الجحيم من طرف الجماهير الهولندية، وحتى جماهير ناديه ما رحمتوش، وفاش كان كيسجل كانت كتلو عليه القراعي وما كتبغيش تحتفل معاه. لكن بفضل أدائه الرائع فرض الاحترام وخلى الجماهير تنسى المشكل وأنهى الموسم بجائزتين، هما لاعب الموسم في النادي ولاعب الموسم كذلك في الإيريديفيزي. ومرة أخرى حكيم جلب الأنظار ديال عدة أندية لكنه فضل يبقى في هولندا وانتقل نادي أياكس أمستردام بمبلغ 11 مليون أورو. وهنا بدا كيتألق مع أياكس وكذلك مع المنتخب المغربي حتى تعلنات على لائحة الأصول للمشاركة في كأس أمم إفريقيا. هيرفي رونار أعلن على اللائحة بدون تواجد زياش، وبرر ذلك بأن حكيم غير منضبط وكيرفض الجلوس مقاعد البدلاء. وفي سنة 2017
وبعد تدخل رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجاع، تم الصلح بين رونالدو وزياش، ورجع حكيم في الوقت المناسب باش يشارك في الإقصائيات المؤهلة لكأس العالم، وكان ليه دور مهم في تأهل الأسود المونديال روسيا. ومع أياكس حكيم كان متألق، لكن كانت عنده صعوبات كبيرة مع جماهير أياكس اللي كانت بينه وبينهم صراعات. في أول موسمين ما توج مع أياكس بحتى لقب، وفي موسمه الثالث مع أياكس نجح رفقة فريقه بتتويج بالإيلي ديفيزي، وفي شامبيونز ليغ قصاو ريال مدريد مباراة تاريخية الحكيم سجل فيها هدفين، وتقصاو في نصف النهائي أمام توتنهام. في التألق وتوج مع الفريق بلقب الدوري الهولندي، وبذلك انتهت مسيرته الناجحة مع أياكس وقرر الانتقال نادي تشيلسي الإنجليزي. وفي موسمه الأول حكيم ما قدمش مكان منتظر منه بسبب الإصابة وكثرة الجلوس في دكة الاحتياط، لكنه نجح في التتويج مع الفريق اللندني بلقب دوري أبطال أوروبا. وفي بداية الموسم الحالي توج مع فريقه بالسوبر الأوروبي ومع المنتخب، فزياش لعب كأس أمم إفريقيا سنة 2019 وضيع ضربة جزاء في مباراة ثمن النهائي أمام البنين. أما في عهد المدرب وحيد خليلوزيتش فزياش في البداية كان اللاعب المفضل عند المدرب، لكنه مع الأيام وحيد قرر الاستغناء على زياش بحجة عدم الانضباط وأنه تجاوز الحدود. ورغم كل هادشي فحكيم بان المكان ديالو في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، وبتواجده كان من الممكن أن المنتخب المغربي يحقق نتيجة إيجابية في الكان. حكيم زياش هو مثال حي لعدم الاستسلام فرغم الإدمان والعديد من المشاكل، استطاع يتغلب على جميع الصعاب وينهض من جديد، شيء اللي خلاه يكتسب شخصية قوية ليواجه بها الصعاب بحل المشكل مع الصحافة والجماهير الهولندية. وبفضل مهارته خلى الجميع ينسى المشاكل ويستمتع به في رقعة الميدان.